انا قلت هذه جا شي عام هذه في دبي عاوتاني واحد اللايف باقي عاقل هو اللي ما كيخ... اللي كيخليك ما تدوش للنيكست ليفل ماشي المعلومات اللي ما عرفش بل كيفاش تختار اللي يخدم لك في الكورسامتر. هو واش تظن يمكن يحصل تغيير في السي او دي في المستقبل او سيكون تحسن في المبيعات؟ علاش الناس بزاف اللي كيسولوني على البدايه. تشوف البدايه ما خصكش تبدا لانه انت شفتي فلان وعلان دار الفلوس. خصك تبدا لانك انت قال لي اخويا بغيت نولي حتى انا اونتربرونور. قلت ليه تري بيان اش كدير في حياتك؟ قال لي انا موظف. قلت ليه فين؟ قال لي في لابون. قلت ليه انت كتخرج. شوف الناس اللي كيسولوا على كيفاش نديفلوبي راسي والناس اللي كيسولوا كيفاش نطور من راسي، شوف نقول لكم واحد النصيحه، ماشي نصيحه قريتها في شي بلاصه ولا سمع بها ولا قالوها لي، نقول لكم نصيحه اللي انا دزت منها. لا بلي بار داكشي اللي كنبارطاجي معكم، لا بلي بار داكشي اللي كنوصل لكم هي اشياء من وحي الاكسبيريونس ديالي وداكشي اللي راكم خلال 12 عام ولا 13 عام في الدومين. باش تنجح في اي مجال خص تاخذ بعين الاعتبار اول نقطه هو انك تكون عندك رغبه كبيره انك تنجح. انا نقول لكم واحد القضيه وغتضحكوا عليا. كان المرحوم الله يرحمه ابراهيم الفاقي، كنت كنتصنت ليه في الفتره ديال المراهقه ديالي في الليسي ومن جديد الباك، كيقول خصك تتصرف تعيش الدور اللي انت باغي توصل ليه نهار توصل. وكنت ملي في المشيه ديالي بينو وبين راسي وفي داك الحوار الداخلي بينو وبين راسي كنهضر كانني واصل وانا ما في جيبي حتى درهم. يعني اول حاجه خصك تامن بداك الشيء اللي غتوصل ليه وتحاول تعيش داك الدور مره. هذه اول نقطه. وكونوا على يقين هو اكبر عدو ديالك هو راسك. اكبر عدو ديالك هو راسك. نقول لكم علاش. لان قلت هذه جا شي عام هذه في دبي عاوتاني واحد اللايف باقي عاقل. هو اللي كيخليك ما تدوش للنيكست ليفل ماشي المعلومات اللي ما عرفش بل هي المعلومات اللي كتعرف. ركزوا معايا الله يرضي عليكم. لا بريبار ديالكم واش كيعتقد؟ كيقول لك انا ما قدرتش ندير، ما قدرتش نوصل، ما قدرتش نفعل، ما قدرتش ندرك لان خباو عليا والسير وما عارفش وهما ما عنديش ما كنعرفش ليه هادي. لا خويا، راه اكبر مشكل منعك من انك تطور راسك هو داكشي اللي كتعتقدو انه صحيح في الداخل ديالك. ملي كتقول لي راه هادي مسلمه بالنسبه لي، راه ما يمكنش ولو يجي نص العالم ما غاديش يغير لك القناعه ديالك. دونك باش تبدا تطور من راسك عد بدا في مرحله الشك مع الافكار ديالك، في مرحله الشك مع السكيلز ديالك والمهارات اللي كتعرف. لانه نعطيكم مثال وديجا عدت نفس المثال. ملي كيجي كيقول خويا دحيا انا طلقت واحد الادز والاد كوبي هي هذيك البرودوي مزيان والديسكريبشن مزيان ولكن والو اخويا ما جاب الله. هذا شنو خاصو يدير؟ غير يشكك في داك الشيء اللي اعتبره صحيح. اعتبر ان الاد كوبي مزيانه، واعتبر ان الادس مزيان، واعتبر ان البرودوي هو داك، واعتبر ان الديسكريبشن مزيان، واعتبر ان السطور واعر. راه ملي اعتبر هاد ربعه واعرين خلاوه يفكر في حلول اللي ما كايناش بيدي. قال لك واو ما جبت السيلز رغم ان هذا الشيء كامل واعر، ما جبت السيلز حيت كاينه شي حاجه ما كنعرفهاش. وهو هنا فين معدي على راسو، هنا فين ظلم راسو وظلم مستقبله. لانه كون رجع للور وقال لك اجي انا هذا البرودوي اللي اعتبرته مزيان ربما ما مزيانش، اجي ونعاود نفكر فيها. هاد الاد كوبي اللي كتبت ربما هي اللي فيها مشكل، اجي نعاود نكتب وحده اخرى. علاش فيسبوك داير لكم سبلاي تيست؟ علاش هادو بقى انتم هاد الناس مكلخين؟ حيت اخويا راه ما بين اد كوبي واحد وجوج وثلاثه واربعه كاين نتائج هائله مختلفه. دابا انت فهمتي الفكره ديالي؟ راه الحاجه اللي ما كتخليكش دوز نيكست ليفل داكشي اللي كتصحابك وداكشي اللي كتعرفو وصحابك انه صحيح. ولكن ملي كتقول هادشي انا اللي عارف راه قابل للشك، قابل للخطا، قابل للزوال، قابل وكتبدا تشونجي فيه، هنا راه ممكن اخويا ولا ممكن اختي تبدل حياتك في لمحه بصر. يعني شي حوايج انت ما ظنيتيهمش كاع. يعني بحال هذاك اللي في جيبو الساروت وكيقلب على الساروت ديال الباب وهي في جيبو. اخويا شتي الساروت؟ لا وانت واش شتي الساروت؟ لا تحت المنطه تحت هادي. شنو هادشي؟ اش ودي درت؟
مريم الحاجي كان جيب السلعة من تركيا وكان خلص الديوانة وكان يبيعها بوحدي والديوانية غالية واش ندير شركة دابا ما نسولك دابا إلا درتي شركة أختي واش غادي تنقص عليك الديوان شي حاجة حيت الديوانة جوكر وراك خلصتيها ملي كديري شركة واش غادي تنقصي شي حاجة هنا تسولي ترونزيت ديالك إلا غتنقصي شي حاجة ديريها ما غتنقصي شي حاجة ما كاين لاش عبد الله مبشور واش كتعرف شي كوتش في هذا المجال كوتش اخويا علاش غيفيدك الكوتش وعلاش باغي الكوتش الا انت باغي الكوتش لانك ما قدرتيش تبدا ما قدرتيش تجيب مبيعات ما خصكش الكوتش هنا خصك العصا كنضحك معاك يعني الا الكوتش شكون كيقلب على الكوتش باش غير انت هو الاخوان شكون كيتقلب على الكوتش على مينتوني شكون واحد ديجا واصل واش واحد ديجا راك بالتران كيقل واحد ديجا غادي كاين السيلز كاين 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 هذا اللي كيقلب على الكوتش باش يهزو ليكس ليفل ولكن انت ما قدرتيش دير شي حاجه فاشل ما كنهضرش على الاخر يكتب الكومنت اون جينيرال انت فاشل ما عارفش دير ما في يدكش وصحابك انا المينتورشيب او المينتورين او الكوتش غيهزك راه كتضحك على راسك ما يمكنش اخويا راه مستحيل انا ملي تقول لي كوتشين لي باغ اكزومبل نقول لك راه ليا زوار زوار مشيت للشلعه راه هي هو الاول البيزنس ديالك كامل السيلز ديالك اش كدير ممكن نفيدك ولكن انت ما عندك حتى شي حاجه ما توري ليا اش غنكوتشي فيك ميسي خصو مدرب ولكن جيب واحد ما كيعرف يضرب كره زعما مدرب غادي يعرف يخليه يضرب كره الكوتش هو بحال المدرب كي ينمي المهارات اللي عندك كيوظف المهارات اللي عندك احسن توظيف ماشي انت ما نفطش شي مهاره وقلتي لي جيب لي بحال دابا جبتيني انا دابا وعطيتيني لزيدان زعما انا غنكون احسن من بنزيما لا بنزيما نكون احسن ما عرفتش المهم هذه عطيكم غير اكزومبل يعني لو جبتيني انا ما كنعرفش نلعب كره وجبتي لي مورينيو ولا زيدان زعما انا غنولي احسن مهاجم في العالم ما يمكنش حيت ماشي هو زيدان اللي فيه مشكل راه انا اللي ما عنديش سكيلز ولكن انا كنلعب كره خصني غير اللي يوجهني اللي كوتشيني اللي يوري ليا هنا خصني ل كوتش كنضحكوا على الثاني ياك ضحكوا خويا قال لك عندي الروتور بزاف البرودوي اش كتبيع اخويا ما تسميش البرودوي سمي لي غير نيش نقول لك فين المشكل كيفاش تختار اللي يخدم لك في الكول سنتر هو ناس انا كنفضل البنات ماشي غير في الكول سنتر انا كنفضل ديما البنات في الخدمه معايا علاش كنفضل البنات اللي كيخدموا معايا البنات كيخدموا مزيان والبنات كي عزيز عليهم يبنيو كارير ديالهم الدراري لا عزيز عليه يكون اونتربرونور عزيز عليه شي نهار يسرقك يشفرك و و و و والبنات كيخدموا مزيان والبنات كيخدموا بنيتهم والبنات باش نقول لك كيحترموا الخدمه العكس ديال الدراري الا من رحم ربي انا من الاكسبيريونس ديالي وكنثق بزاف في البنات والخدمه والبنت ملي كتعطي لها خدمه غديرها وملي كطيح في لامير ملي كطيح في مشكل كتقلب عليها الحلول الدراري يطيح في لامير يقول لك خويا عادي ما بغاش تخدم الله يرحم لك الوالدين ويحفظ لك وليدك والله الا انا حنا انا بدا كنهضر على راسي والله الا كنشكر جزيل الشكر الناس اللي كيدعوا معايا يوميا راه ما كنجاوب كلشي بطبيعه الحال كنقرا اللي قدرت عليه ولكن والله الا زعما جو سوي فيه انا عندي ناس كيبغوني بحالكم وكيدعوا معايا وانتو فوق راسي واش تظن يمكن يحصل تغيير في السي او دي في المستقبل او سيكون تحسن في المبيعات علاش اخويا ميداز ها زعما كتقول انه دابا ما كاينش مبيعات في السي او دي اخويا راك غلط زعما الا كتظن انه ما كاينش سيلز في السي او دي راك غلط لان انا الارقام اللي كنشوف والارقام اللي سواء عندي سواء عند الدراري صحابي سواء الناس المقربين عندنا راه اخويا ارقام خياليه وفي طفل ماركت هو ما بقاتش داكشي بقات شكون اللي بغى يخدم لا بليبار ديالكم بغى الفلوس ما بغاوش يخدموا قال لك واحد هاد الهضره اكدها اوباما البدايات بزاف الاسئله ما كنقراش كلشي حيت بزاف اسمح لي
خارج كيجي من شي قاعد له. الناس بزاف اللي كيسولوني على البدايه. تشوف البدايه ما خصكش تبدا لانه انت شفتي فلان وعلان دار الفلوس. خصك تبدا لانك انت باغي دير شي حاجه في حياتك. يعني لازم دافع، لازم يكون عندك دافع اللي خلاك تبدا. ثاني حاجه هو انه ما كيهمش كيفاش بديتي، اهم شيء هو تبدا. ديما كنقول هاد الهضره، خصك الاخوان والاخوات تبدا. ملي كتبدا غيوقعوا لك مشاكل، خصك تحل دوك المشاكل. لا بريبار ديالكم ما تبغى، سواء شرا فورماسيون، سواء تفرش فيديو غراتويت، سواء مشى ايفنت، سواء شنو هو الدفع اش بغى في دماغه؟ بغى يمشي يتفرج التيعيه وياخذ الفورماسيون ويمشي للدار ويحل لابتوب تاخذ لانك تنتن هنا من لهيب وكيسمع ام كلثوم وفلوس داخله. الا كتظن هادشي خويا والله الا كتضيع وقتك. واتحدى اي واحد كيف ما بغى يكون يقول لي راه نجحت. الناس كاملين اللي ناجحين واللي واصلين راه بدا وطاح، وملي وقف طاح، وملي وقف طاح، وهنا كيتعلم. الاكسبيريونس راه ما كتعلمهاش بالنجاح، الاكسبيريونس كتراكمها في الفشل. الناس كامل اللي كيراكموا تجربه معينه في اي مجال راكموها بالفشل، لان الفشل عنده واقع ديال الطيحه، عنده صدمه، عنده بكاء، كاين تما مشاعر مختلطه. هاد المشاعر السلبيه، ماشي مش سلبيه، هاد المشاعر الخايبه هي اللي كتخليك تنوض. وملي كتوصل هنا الفوق ديما كيكون عندك واحد مقارنه بين هنا وهنا، ولكن انت ما عمرك تحطي وانت في الفوق. راه ما يمكنش كاع تكون في الفوق اصلا، واخا تكون في الفوق بالصدفه راه الطيحه ديالك غتكون خايبه. دونك انا كنقول خصك تبدا وتطيح في المشاكل، وانت غتولي واعر وزوين وبوغوس والى اخره الى قدرتي انت من ديك الطيحات تطلع للنجاح. كما كيقولوا النجاح كيتولد من الرحم ديال المعاناه. باش نصغروها هي انك انت ملي باغ اكزومبل بديتي في كاشين ديليفري عندك 90% رودو، لا بليبار اش كيدير؟ سد فاشل. ولكن اللي خا 10% وبقى فيها وصل 90% او طلع على 60% هذا هو اللي كيبقى في المار في المارشي. يمشيو الفلوس، يجيو الفلوس، تطيح تخسر، هذا هو ماشي هو المهم. المهم واش استمرتي بعد هذا الشيء كامل. اللي بغى يبدا فيكم وغير مستعد للطيحات والله العالم شي قلبي على وظيفه للامانه. اللي ما بغاش فيكم يطيح واللي ما بغاش فيكم يفشل، بغى يوصل النجاح بدون فشل، والله لا غير سير اخويا ولي وليك موظف وما تضيع السنوات ديالك في هذا الشيء اللي كنديرو. لان الناس كامل اللي كنعرف خصوصا في ولاد الدومين بلال الضيفه سولو راه الطيحات اللي طاح الاخ بلال راه ما طاحهم حتى شي واحد، ولكن شكون فيكم بغى يطيح دوك الطيحات؟ ملي كتشوفوا دابا اكس ايغريك زيد مسافر هو هنا راه ما شفتوش شحال كيطيح، ما شفتوش شحال بكى، ما شفتوش شحال سهر، وشفتوه ها هو في المالديف هو هنا. دونك الاخوان اللي بغى يبدا ما يسولنيش كيفاش، ما عنديش انا نقطه انطلاق. ما كنلعبوش السباق باش نقول لك ها هو لين ديال الانطلاق سيوك فين ندير لكم ديك 1 2 3 ما كايناش اخويا، كاينه فقط بدا من حيث انت. نتوما صحابكم ان الانطلاقه عندها مركز واحد، غلط. الانطلاقه عندها اكثر من مركز. السباقات ديال الحلبه تما فين كاين انطلاقه واحده، كيقول لكم سيروا ديك الصف ندير لكم 1 2 3 وجري. الانطلاقه هي في البلاصه اللي فيها انت حاليا، كل واحد البلاصه فين لا بوزيشن اللي كاين فيه تما هو الانطلاقه ديالك اخويا، بدا فيها وتوكل على الله. ولكن انت ما بديتيش تبدا، انت ما بديتيش تفشل، انت ما بديتيش تحدى، انت ما بديتيش تبكي، ما بديتيش تسهر، ما بديتيش هادشي كامل ما بديتيش. شنو هو الفرق بينك وبين واحد اخر اللي ولا انسان عادي موظف باقي في بلاصتو؟ اتذكروا ذات مره في واحد الايفنت جاني واحد السيد اختي حنان صفا، جاني واحد السيد وقال لي انا موظف لابونك
قلت ليه مزيان. قال لي يا خويا بغيت ندير الفلوس وبغيت نبني راسي نكون انتربرونور واو. قلت ليه تي تري بيان. قال لي بالمناسبه راه بقى دقيقه و 52 ثانيه اللايف وغيسالي غنبدا واحد اخر ما تمشيوش بعيد. هو قال لي اخويا بغيت نولي انا انتربرونور. قلت ليه تري باش كدير في حياتك؟ قال لي انا موظف. قلت ليه فين؟ قال لي في لابونك. قلت ليه انت كتخرج من لابونك؟ قال لي كنخرج مع هذيك الخمسه سته. قلت ليه الزملاء ديالك حتى هما امتى كيخرجوا؟ قال لي كنخرجوا اونصومبل. قلت ليه اش كديروا من بعد؟ قال لي كنمشيو كنتقهوا مره كنلعبوا كره وكنمشي للدار. قلت ليه انت بغيت تولي احسن من الزملاء ديالك في المهنه وبغيتي دير الفلوس وبيتي وبيتي. قال لي هي. قلت ليه انت ما كدير حتى شي حاجه ما كيديروهاش، انت ما كدير حتى شي قيمه مضافه عليهم داكشي اللي كيديروا اللي كدير، كيفاش بغيتي يجيك هاد الفلوس؟ قال لي شنو خاصني ندير؟ قلت ليه قلت ليه انت ما كتزيدش ساعات عمل عليهم، ما كتدمرش، باقي كتستمتع بوقتك كما كيستمتعوا به، ما كتضحيش. النجاع عنده ضحيه، الا هو مشاو يتقهوا مشاو يلعبوا كره مشاو يدوروا مشاو للبحر مشاو، انت خاصك تجلس في الدار تهز هذا المشقوف وخدم، بعد عام ولا عامين غتولي احسن منهم. ولكن انت كدير داكشي اللي كيديروا والروتين ديالك هو الروتين ديالهم وبيتي النتيجه تكون احسن من ديالهم، راه ما يمكنش اخويا. انا ما عرفت كيفاش هاد القضيه كتفكروا فيها. بقى 30 ثانيه غيسالي اللايف وغنبداو واحد اخر، باقي ما سخيتش بكم. قال لك واحد كنت ملتزم وفاش دخلوني الفلوس دخلني الغرور ومشى الالتزام. هاد السؤال هو باش غادي نبدا في اللايف الثاني اللي غيجي مع ميسالي هذا، ومهمه هاد النقطه الاخوان. الله يلا اخويا كنشكرك، سميتو مشات سعيد بالهادي خويا. والله الا والله الا هادي باش بغيت نبدا عاوتاني. انا معكم.